ننتقل بعد كده يا شباب للتعرف على الان. الان برضو من ضمن الكلمات اللي بستخدمها مع الوير. بستخدم الان ليه يا شباب؟ عشان ادور على قيمة ضمن قيم محددة. ادور على قيمة، ببحث على قيمة ضمن قيم محددة. قيم محددة بحطها بين القوسين دول. لو بصينا على السنتكس بقول select columns، طبعا دي الاعمدة خلاص اللي انا عاوز اظهرها. from ادي اسم الجدول اللي انا هشتغل عليه، وبعدين where وادي كولوم، وبعدين ان، واروح فاتح القوسين واحط القيم المحدده اللي انا بدور عليها. طيب شوف المثال ده كده، هنا بيقول ايه؟ select asterisk from suppliers، يظهر كل الاعمده. ايه الشرط؟ where ان السبلاير نيم ان، فتح قوسين وكتب قيم. عارفين كده معناها ايه يا جماعه؟ يعني هيجي على الصفوف يشوف قيمه السبلاير نيم، لو هو واحد من الثلاث قيم دول يبقى هيختار الصف ده. يبقى انا هنا في الحاله دي حددت مجموعه من القيم هي اللي عاوز السبلاير نيم يكون واحد منها عشان اقدر استرجع الصف ده. لو تاخد بالك الطريقه دي كنت انا ممكن اعبر عنها باستخدام الاور، يعني اجمع من اكتر من شرط باستخدام الاور. شايف؟ زي كده select asterisk from suppliers where السبلاير نيم يساوي اي بي ام. كنت ممكن اقول تاني بقى ايه؟ اور السبلاير نيم يساوي اتش بي، اور السبلاير نيم يساوي مايكروسوفت. شفت هنا طبعا فيها مشقه جامد، الجمله هنا بالشكل ده طويله جدا وفيها صعوبه وبتاخد وقت كتير في الكتاب. تخيل بص دول مثلا ثلاث قيم بس، لكن لو دول 10 قيم كنت هتعمل 10 كونديشنز. فهم وفروا علينا كتر خيرهم وعملوا لنا حاجه اسمها ايه؟ الان. وقال لك افتح يا عم القوسين بعديها وحط القيم المحدده اللي انت عاوز تبحث ايه فيها. واضحه دي يا شباب؟ الان ممكن انفيها باستخدام النوت. اما اكتب كلمه نوت قبل الان يبقى انا بنفي الان. انت عارف كاني بقول له ايه؟ بشرط ما تكونش موجوده ضمن القيم دي. مثال شايف كده؟ select asterisk from suppliers where السبلاير نيم نوت ان. نوت ان معناها ايه؟ يعني السبلاير نيم ما يكونش موجود في القيم اللي موجوده بين القوسين دي. نوت ان اي بي ام واتش بي ومايكروسوفت، يبقى هات لي واحد غير الثلاثه دول. طيب تعال نجرب. هنا مثلا انا هقول اهو select from supplier where ان السبلاير نيم ان، وفتحت القوسين اهم، قلت له يكون اما يكون اتش بي او يكون اسم السبلاير ده اي بي ام، او ان يكون اسم السبلاير ده مايكروسوفت. طيب جرب كده شوف، يبدو ان انا كاتب كلمه غلط. اه مايكروسوفت انا كتبتها غلط، عشان كده طلع اتنين بس. ماشي، لو انت جيت بصيت هنا هتلاقيه راح، مع ان هنا انا عندي كام صف واخد بالك؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، جاب لي صفين فقط، لان هما ان السبلاير نيم بتاعهم موجود ضمن الاقواس دي. طيب لو عاوز انفيها اعملها ازاي؟ بالظبط هستخدم النوت زي ما انت قلت. صح، هستخدم النوت. وير السبلاير نيم، هنا بقى بص بدل ما اكتب ان هكتب ايه قبليها؟ نوت. يبقى نوت ان، واروح قايل نوت ان اتش بي و اي بي ام و مايكروسوفت. طيب نجرب كده شوف بالظبط اشتغل زي ما احنا عاوزين بالظبط اهو. شوف جاب لك السبلاير نيم ابل وبورلاند. مش معنى دول اللي اختارهم، لان دول نوت ان اللي بين القوسين هنا. صح كده؟ يبقى ان لان الابل والبورلاند غير موجودين بين القوسين هنا.
ادي فايدة الايه النوت. يبقى كده النوت نفت العمل بتاع الايه الان. واضح يا شباب؟ ننتقل بعد كده يا شباب للتعرف على البيتوين. البيتوين برضو من ضمن الكلمات اللي بستخدمها مع الوير. البيتوين بستخدمها للبحث داخل رينج معين. الرينج ده او المدى ده عندي بداية للرينج ونهاية للرينج ده، فانا عاوز ادور داخل هذا الايه الرينج. مثال، ادي السنتكس الرئيسي، بقول سيلكت كولومز، طبعا دي الاعمده، فروم وادي اسم الجدول، وبعدين وير، وير احط بعد كده اسم الكولوم اللي انا عاوز ادور على قيمه جواه. شوف بقى هنا بتوين، ادي الفاليو الاولى دي اللي هي ايه بدايه الرينج، اند فاليو 2 اللي هي نهايه الرينج او بدايه المدى ونهايه المدى. طيب تعال نجرب، شوف المثال ده كده. سيلكت استريك فروم سبلايرز، خلاص مفهومه دي بقى، احنا عرفناها، يعني اختار كل الاعمده من الجدول اللي اسمه سبلايرز. وير السبلاير اي دي بتوين 5000 اند 5010، معناها ايه الكلام ده؟ يعني هات لي الصفوف اللي قيمه السبلاير اي دي بتاعها ما بين ال 5000 وال 5010. يبقى 5000 هيجي، 5001 هيجي، و2 هيجي، و3 و و و لحد ما نوصل كمان لحد 5000 وايه و10. لو تاخد بالك البيتوين فادتني في ايه؟ ان انا وفرت عليا الجمع بين اكثر من شرط باستخدام الاند. لو تذكر الان اما قلنا عليها وفرت عليا ان انا اجمع بين اكثر من شرط باستخدام الاور، صح؟ البيتوين ما بتخلينيش اجمع بين الشروط دي باستخدام الاند، بتسهل عليا الامور. يعني مثلا الجمله اللي انت شايفها دي لو انا كنت عاوز اعبر عنها باستخدام الاند كنت هقول ايه؟ شوف كنت هقول كده، اقول سيلكت استريك فروم سبلايرز وير السبلاير اي دي اكبر من او يساوي 5000 اللي هو بدايه الرينج، اند السبلاير اي دي اصغر من او يساوي 5010 اللي هو نهايه الرينج. فانا وفرنا الكلام ده او استخدام الاند ده واستخدمنا الكلمه بتاعت ايه بتوين. يبقى بتوين واكتب اول الرينج او اول المدى اند نهايه الرينج او نهايه المدى اللي انا ببحث جوه. طيب البتوين زيها زي الان، ممكن انفيها باستخدام النوت. يبقى انا لو حطيت نوت قبل كلمه بتوين معناها ايه؟ اقصد ان ما يكونش موجود في الرينج ده. يعني شوف المثال ده، بقول سيلكت استريك فروم سبلاير وير السبلاير اي دي نوت بتوين 5000 اند 5500، معناها ايه؟ يعني هات لي اي حد يكون قيمه السبلاير اي دي بتاعه لا هي 5000 ولا هي لحد 5500. يبقى لازم يكون قيمة السبلاير دي غير موجودة لأن أنا قايل هنا إيه نوت. واضحة يا شباب؟ طيب تعال نجرب مثال. أنا هقول سيلكت فروم سبلايرز وير السبلاير اي دي بتوين، عاوز اجيب لي السبلايرز اللي بادئين من 300 وينتهوا عند 500. جرب كده، شوف اهو جاب لك السبلاير اي دي 300 لانه داخل في الرينج، 400 لانه داخل في الرينج، وال 500 لانه داخل في الرينج، ما جابش لا ال 100 ولا ال 200. طيب بقى لو انا عاوز اجيب ال 100 او ال 200 اعمل ايه؟ انفي الجملة دي، صح؟ لو انا عاوز اجيب عكسهم انفي الجملة دي، فبدل ما انا كاتب between هكتب ايه؟ not between، صح؟ يبقى انا هقول اهو select from supplier where supplier id not between 300 and 500.
شفت هنا عمل ايه؟ جاب المية والميتين. ليه؟ لان انا نافي الرينج، كاتب كلمة نوت، فجاب لي الناس اللي مش موجودين في الرينج ده، اللي هو زي المية والايه والميتين. بكده يا شباب يبقى تعرفنا على البتوين وازاي كمان نقدر ننفيه. تمام؟ تمام.